ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل ايه؟ انا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنيل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي، يا حبيبي ما تزعلش خلاص، تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه، خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهياصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف مش هنقدر نسدد لهم رواتبهم. طب ما تمشي انت عاوز تمشيه، وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ لما اقصد ست ساعات الباشا من فرحتي والله، اصل عقبال عندك بنت نجحت في الثانويه العامه، دي جابت 101% وطلعت الاولى. الاولى بس الأولى. بس اهو اقرا لهم قرار مجلس الاداره. قرار السيد رئيس مجلس الاداره رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الاتي اسمائهم نظرا لعدم حاجه العمل اليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد ابو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال الفلاح، حسين المناديل، سيد سلام. بتولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاق. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خا ام وست، مرنا بتاح. يا بنتي انت بتذاكري في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب هو ايه؟ و140 عيل؟ هو سيام من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه؟ احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟ بنتي اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه، ولبس المدرسه كان لاممها، هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جاي اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. كل واحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو. هلو، اهلا وسهلا يا فندم. اي سمعت اللي انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ طبعا تربين سكرتيره، ومبروك علينا يا فندم. بجد؟ بجد؟ انا سو هابي، انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي يا مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك؟ هي جايبه كام في المية؟ هي جايبه واحد. ميرسي يا مستر، خالص بجد انا مش مصدقه، انا سوهابي بجد بجد. وانا كلنا سوهابي، الشركه كلها سوهابي. انا نجيبه متولي الخولي، الاولى على الثانويه العامه، وعايزه اشتغل. الاولى على الثانويه العامه؟ ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو سمر، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده؟ بكالوريوس هندسه. الكاشير ده بكالوريوس تجاره. حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. هو
هتشتغلي ازاي في المدرسه يا نجيبه؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكليه ابقى اجي الفتره المسائيه. مش عارفه يا نجيبه هتركزي ازاي؟ والله يا ابله صباح انا هركز، انا خلاص قربت اخلص منهج اولى اثار، انت مش واثقه فيا؟ انا فعلا محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السلسله من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعه وتاخدي على كل حصه 4 جنيه. ربنا يخليكي يا ابله صباح. بس لازم تعرفي حاجه مهمه قوي، ده هيبقى مجرد اختبار فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عقد وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربان، هخليهم ياكلوا المناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت واطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانية خالص. مش سيا قبل صباح. بقول لك ايه؟ روحي بقى يلا عشان تقبضي المرتب. قبل نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه. الحصه ب 4 جنيه يبقى 680 جنيه. هنخصم منهم 20 جنيه ضريبة مبيعات يفضل شوية دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبة. السلام عليكم. سلام والرحمة. بابا. ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه انا جيبها يا بنتي؟ مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسك دي ليكي،
وعلى فكرة أنا سايب مع أم كرشين عشان تنزل أنت وهي النهاردة تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعة. يلا حبيبتي. ماما ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول؟ كتاب إيه يا نجيبة؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلوة يا ماما. حلو إيه يا نجيبة؟ شبه هدوم المدرسة. النبي يا ماما حلو قوي، حلو قوي. النبي يا ماما عدا ده، عدا ده، عدا ده. حاضر يا حبيبتي. النبي يا ماما ده. ما طيب خلاص تعالي. قول لو عشت وشفتك يا نجيبة يا حبيبتي في الجامعة يا ضنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلتة، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافية يا بنتي. بقول لك يا نجيبة، أنا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبة، شايفة القبة دي؟ من وانت في الحضانة وأنا بشاور لك عليها، دي قبة الجامعة. أنا ما يهمنيش خالص إنك تاخد الليسانس أو إنك تتعيني معيدة ولا أستاذة، دي حاجات مفروغ منها، وأنا واثق إنك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. إنما اللي يهمني ويعنيني فعلا إنك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده نجيبة أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة ركزي في القبة. حاضر يا بابا هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا ضنايا. نجيبة عملتلك السندوتشات، لانشو وجبنا نستو. ايوه كده الجيبة هتاكل منك حتة يا نجوتي. حلوة قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامة يا ضنايا. نجيبة بقولك ايه، بلا قبة بلا نيلة، انت رايحة الجامعة عايزاكي كده تستلقطيلك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبة، يشيلنا من الشقة اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سهنة رابعة عشان قوام قوام، ويكون عنده عربية كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها. خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دلو. نجيبه العريس. ركزي في القبه يا نجيبه. ركزي في العريس يا نجيبه. القبه يا فلته. العريس يا فلته. يا بنت انت اتحركي.
نجيبة القبة العريس القبة العريس القبة العريس يلا قبة سنة أولى والعسل لسه ما نعرفش بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا عرفوا بقى لينا بتابت في سنة أولى يو ذا مان دايما بتكلم من موقع لحظة ايه دي جامد اوبا ايه بقى الشهر ده ايه لعبة السنة دي قوي كده كلها سنة أولى اكسكيوز مي انطلق ممكن معلش تقولي فين كليه الاثار انا نبيل الصفتي هاي عمده كليه الاثار ومن اهم المؤسسين هاي انا هنا شويتي في الكليه بولبول كابورليه لان عربياتي زي ما انت شايفه كلها كابورليه كول وما تقش عربيات ام السقف دي صيف شتاء فاتح السقف فاتح يا جامد يا بولبول يا بولبول يا بولبول هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين الله أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنت حضرتك بتقوله بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم تحب أسمعه لك؟ ما شاء الله أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلي أنت الأولى على الثانوية العامة 101% يا ابن اللازم يا بيلو مش قاطع البت الأكسل في الدفعة سيب لنا الأشكال دي سافرت كل ما بيت رحت مارينا شرم سيوة هاي ليتس دو إت ممكن نطلع إمتى؟ شور أني تايم بس بفكك كده شوية نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر أوكي؟ يور سوتش أ نوتي بوي نجيبة يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي الجرس فضل عليه ربع ساعة يلا بلاش لكاعة انتي اصلا ايه ده في حاجة جريت بسرعة كده دي دفعة اولى بس ضايعة السنة دي دي الاولى على الثانوية العامة يا سيدي واسمها نجيبة نجيبة قولوا ورايا مصر من اعظم البلاد السياحية في العالم مصر من اعظم البلاد السياحية في العالم المناطق السياحية هي الاماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية المناطق السياحية هي الاماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية والمعالم الحضارية والاثرية نعم يعني ايه معالم حضارية واثرية انت مالك الكتاب بيقول معالم حضارية يبقى معالم حضارية ها انت حتفتي ده كتاب وزارة يا ابني كتاب وزارة الدرس ده يتكتب 20 مرة في الكراسة وتيجوا حافظينه سم سامعين اتفضل يا حبيبتي كده يبقى 6 جنيه ونص ازيك يا عم متولي اهلا اهلا يا بسيط بالنجاح والتوفيق ان شاء الله اشوفكم زي نجيبة بنتي يا رب ما شاء الله الحال ماشي اهو الحمد لله والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء اقعد واحده ها تشرب حاجه لا يا عم تقول انا جاي عشان القسط قسط ايه مش لما يجي اول الشهر دي الله اكبر اقول حال ماشي والست نجيبه كمان بتساعد نجيبه بتساعد نفسها يا ابني يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه الحياه بقت صعبه قوي يا سيد عايزه لسه الاسامي طلب السرابه عليك مش معنى الولاد بس اصل حضرتك عايز اعمل بحث على ايه هاني حسين رباع اثار رئيس اتحاد الطلبه وابوه وكيل وزاره وعنده عربيه فيت 128 يروح يقلبها توك توك اكسب له يوسف عبد العاطي رباع اثار
عنده عربيه مرسيدس وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما خلاص سنه رابعه خلصت. يا بنت دعبيش تاني. نبيل صبدي 25 سنه عنده عربيه بورش. ايوه وفي سنه اولى. اوه قاعد في سنه اولى بقاله 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك وقتي من رابعه. كلهم مرتبطين في رابعه يا ماما. انا رجعت لسه اسم اسم. وده غني ده يا نجيبه من اغنى اغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعهولك؟ عبد العزيز الصفدي اتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المزرعه. بس خلاص خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً. فإذا لم يلتفت، فتعمدي أن ترفع صوتك حتى يسمعك، وكأنك تكلمين شخصاً آخر. جو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت، فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدم به وكأنك غير متعمدة. نظارات كعب كوباية يا حاجة. وقد نظم أحد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيدة رنانة تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ أنت بتحب الواد نبيل ولا إيه؟ لا انا ما بحبوش، انا عايزه اقرب منه بس مش عارفه. وفي احدى الروايات وتقربي منه ليه؟ اشمعنى هو بقى يعني؟ يعني اذا كان هو يعني مش مرتبط او انا مش مرتبطه. اه دي انت داخله على كبير بقى الجواز على طول يا مز. دي مرحله لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص عشان احنا لسه في سنه اولى. بتفتكري ده الموضوع جد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ انا بهطل يا نجيبه. انت يا اللي بتلغي هناك. انا؟ ايوه انت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانة شوية. اتفضلي اقعدي. أنت ما كنتيش سرحانة يا هانم، أنت كنت بترغي مع اللي جنب منك. أه؟ أنت النجيبة اللي جنب منها؟ اتفضلي من فضلك قومي. قولي لي أنا كنت بقول إيه؟ واستطاع رمسيس الثاني أن ينتصر في موقعة قادش، وكانت أول مرة تستخدم فيها العجلات الحربية. آه. أنا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي. يخرب عقلك حتى وانتي بتلوكي مركزة. بصي قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية. اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنتي ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا الا الحمام. دي كانت لدغه في حرف واحد، دلوقتي لدغه في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 ايام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفل ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبه. دي بنت صغيره وما عندهاش اي خبره في التدريس، ازاي تدوها مسؤوليه كبيره زي دي؟ دي منعاهم من الفسحه ومنعاهم من دخول الحمام. الا الحمام، المدرسه دي هتتفصل والنظرة كمان هتترفد. أنا لا أسمح في ظل سياسة معالي الوزير الجديد أن يدار أي ولي أمر أو أي طالب. حمام؟ إلا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة. المناخ في مصر معتدل معظم أيام السنة.
قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش حنفت. المناخ يا بنت معتدل وطياوه. ايه؟ جبتي الطياوه دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوه؟ هتكتبي في الامتحان طياوه؟ اترضي. اي طياوه ايه؟ اي طياوه ايه؟ استاذه صباح، انت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبه اللي كانت طالعه الاولى عشان تدرس، كنت مدركة أبعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهدة جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، انا لما تشرب قهوتك اكون ندهت لها. لا 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 لا، اولياء الامور عمالين يشتكولي، دي عاملة رعب الاولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الاولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحة. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب. جلوس، جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرس لهم إيه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم يجمعوا ولا حد لوحده؟ يعني كلهم عارفين. طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله. برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا، في حد يا اولاد عايز يروح حمام؟ واضح ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه، يبقى يخف عليهم شويه يا نجيب. سفرية أمريكا هتطير مني السنة دي لو سقطت في الترم ده. شرط أبوي إن أنجح عشان يخليني أطلع عند خالي في أمريكا. عليكوا على نجيبة، هي اللي هتظبطك. وبمناسبة إيه إن شاء الله؟ بمناسبة إنها بترسم عليه. بتسمع ليا؟ إزاي يعني؟ أنا عرفت من لميا صاحبتها إنها عايزة تتجوزك. يا نهار أسود. أوصل على نفسك لمونة وخش عليها. وأنا هبص على واحدة مجنونة زي دي إزاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبة دي اسمها بيبدأ بحرف النون؟ آه. والبيت حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي. تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. ايه ايه جيني، ها حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليا ليه؟ ما عادي يعني في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي نبيل؟ انا شايفك مندمجه مع الكوتش اندماج جامد قوي. مين ده؟ دماغي خفره خفره خفره. انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده، انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفره بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ يعني سيبها على ربنا وعليا. تعرف يا نبيل، العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات، دي مفيدة جدا، لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره.
ده هم عشان الشهادات بس. تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي خلاص. الشهادات الوزاره يا نجيب وعايزاه يخطبك. اه هو عايزاه يخطبك. اه عشان واحد زي نجيب يخطبك لازم تلفتي نظره يا نجيب. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب روش تبقى ستايل وموزه. يس يعني احط له ميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى شهاده الوزاره دي تنفعك. اه خلي بقى شهاده الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره المكرر. قلتي كلام تاني خالص يا نجيبه. اه كان قلت له كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانيه؟ حاجات تانيه زي ايه؟ مرموزين نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة الغرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي الشقة من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له ما تفكك مني يا عم، ده احنا كلنا ولاد تسعة شاط البطة السودا وعليا النعم محد هيعممنا ولا الوزنة بعد اليوم. نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. انسه نجيبة التزمي بكتاب الوزارة وراضي يا الوز الخديوي. يس يس ما تصونك شهر. اوكي اوكي.
استني ما تنسيش، مستنيكي بكره عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس، ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده ترعبي فوقيه؟ مين دي؟ صاحبه نجيبه؟ سلام. تشوف يا متولي، دي نجيبه نفسها. نجيبه بنتي؟ اه لا والله. ربنا. نجيبه انت يا بنت الكلب. يس دات. كنت يا بنت اللي نزلت من العربيه اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس. ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ انت في الكليه دات. نعم يا اختي. انت مهني زميله في الكليه دات. وازاي تسمحلي زميلك ان هو يوصلك في وقت متاخر زي ده؟ بقول لك ايه يا ميتو، كبر الجمجمه وفكك من اللبش ده. يس. ايه فكر من اللبش يعني؟ يو يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبه يا بنتي. يا رب اشوفكم بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبه انت بنت طيب. انت كنت فين لغايه دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ طيب في الديسكو دات. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه، يرقصون، يسكرون، يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم الرذيلة. روح نفسك بس يا أنا بقول لك هتخرجوا ازاي؟ ومش هفكني من اللبش، ومش هكبر الجمجمة. جوزنا وخطوبتنا. ايه رايك بقى نقضي شهر العسل في كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن قمصه، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا. بس هو الناموس. ناموس نجيبه، انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور الاقبال والاختيار. طبعا طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. Thank you.
ده يا نجاحي التلات سنين ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية بس السؤال التالت وخلصه على طول كتير. ثانية اي حاجة. احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك أول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الأم للأسرة الرابعة. اكتب. مجيبة أنا مش فاهم ولا كلمة مني. اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ هات الورقة بتاعتك كده. نو. خدي الورقة بتاعتي وجيبي لي فيها اللي تضيع ليه. يلا. انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا كمان بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل خمس دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص. الوقت خلص. أنا مش قادر أصدق. هو اللي حصل ده حصل بجد ولا أنا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط؟ إزاي؟ ده أكيد كابوس يا فوقية. الأولى على الثانوية العامة تسقط وفي أول ترم؟ مش ممكن ده انا مراجع لها الكتاب كله ليله الامتحان وكانت حافظاه بالحرف وبالكلمه. طب ازاي ده حصل يا ناس؟ ازاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي. البنت قافله على نفسها طول النهار. انا خايفه تعمل في روحها حاجه. عليا من الصرمه والله اللي بديك بتكزمه لما اشوفك. واحد الله يا اخويا بس بمهر كلك لقمه وبكره ربنا يعدي. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. الو ايه؟ اصلي يا نوبي انا كده مبسوط وجعنا السنه دي من غير مجهود. عشنا السنه بالطول والعرض هنعمل حفله تهز الارض. اتجمعنا كلنا النهارده ده اكبر دليل. مبروك على المدى اللي خدت فيها بتشيل. When you start take what you're waiting up move your body never ever that's right. When you see yes you get a send up. When you hear us put your hands up. نور الف تيم زائد ح ناجح طاير من الفرحه. النجاح يرفع ايده اعزائي المستمعين. يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك ايه؟ قسمنا وتقلب يا بختك يا ابن ايه؟ We did it and that what we're looking for. Dance and dance, we're gonna shake the floor. Let's party, close all the doors. شايف كل واقف ما حدش سامع ليا. يلا كل يركز خلي ودن مع الاغنيه. يلا يلا كله فوق مع السقفه. لا 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 مش عايز ايدين واقفه. قاعدين مجمعين في الحفله مايسين. شباب بنات كلها جامدين. ركوكم الروتين خليكم صحصحين. وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط البيت. نجيبه اهلا نجيبه. مبروك يا ابو الكباتن. مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبه اصلا I was very busy. انت ما بتردش على تليفونك ليه؟
بقالك 10 ايام مختفي. اصلي الاصل. اصلي قصدك قله الاصل. نجيبه ارجوكي انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجه. اوكي تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي عشان تخطبني، مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعا اوف كورس نجيبه اوف كورس اوف كورس منوره. هاي نجيبه بيبي، انا زعلت قوي لما عرفت انك سقطتي السنه دي. هارد لك نو بروبلم يو كان دو ات. نو بروبلم. اهم حاجه بس نبيل ان هو نجح وطلع الاول. ديفينتلي بيبي. او ماي جاد حرام، انت ما تعرفيش ان انا ونبيل اتخطبنا؟ ايه ايه يا بيلا، انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ لا اصل انت سافل وواطي وحقير وانا هطلع عين اهلك. او ماي جاد سوري يا بيلا، اصل هي طلعت بيئه طحن. اوه انا بيئه، انا بقى هوريكم البيئه. يس خالد ابو سيف المنسق العام لحركه خنقتونا. ها خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. ايوه طب ما تقول كده من الصبح. ايوه تصريح عادي يعني، تمشي في الشارع. أيوه. ومظاهره. مظاهره طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك اتفضلوا اما تشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا، دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر بين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي هاي يا حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي، ايه اللي يخليكوا تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجيه؟ بالذمه ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سياده الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجه هانا. نو 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 نجيبه متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى، انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبه متولي الخولي؟ يا yeah. الاولى على الثانويه العامه؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت؟ هو انت المتحدث الرسمي في اسمها يا باشا؟ دي نبغه من نوابغ مصر، دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره؟ بتوع ايدك يالا. يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ yes. ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل الشعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقف يلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا yeah. لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا انت دي على الحبس. بالنسبه لخنقتونا. بالنسبه لخنقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوه. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي الا هاي 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 يا حبيبتي، تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس.
بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس، سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم، المقطم بقى لبش والحكومه هرشته، ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي، ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه، وبعدين ما تقلقيش، ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام، يعني ما فيهاش اللي تأدب. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي، ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ عاملين اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصاده، هتبعتوا في الحبس لحد الصبح، وهتلبسوا كلامشات كلكم، وهتتعرضوا على النيابه. مقصاكم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر عليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل، تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر عليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم، ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا، تحت امر عليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم صلاح باشا، نقي لي انضف بوكس عندك في القسم، وخد البهوات توصلهم لحد البيت، وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخرس بقى يا عم خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد، قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئه اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزر؟ ايه يا دادي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئه؟ لا لمي روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حمد، بس يا حمد، نجيبة متولي الخولي. افراج اوانك ان تحد الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان. ورايتك تعالى يا بلدي، ورايتك تعالى يا بلدي، ما بين الحق. يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه؟ يس. اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس حتى التعليم، عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي. كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ ايه هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي. دي ايه؟ مقطوعه شعريه من إلهامك أنت، مش من إلهامي أنا، من وحيك أنت مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطيني. أنا مصري؟ أنا مصري؟ yeah. مصري؟ yeah. ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! Yes.
فين يا بنت؟ انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحبوب لا نرضى باي تجاوز وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى يا ست، بقول لك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الكوفيه عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الاصابه دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا ايه؟ خدت كارت احمر من المصنع ومن البيت كمان. وانا لما كنت في الشغل يا فوقيه قصرت في اي حاجه؟ وبعدين بطلع بتوطي صوتك. البنت بتذاكر. اما هو سمع لها. سمع لنا الاول. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده. انت موليه ما عندكيش ريحه الزنس. بقول لك شد في الخلفيه. الو الو. ايوه يا نجيبه. ايوه يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه. ينفع كده برضه يا فوقيه؟ انا حاسس ان خنازير البلد كلها بتعضعض في جبتتي. يا ولية اهدي شويه عشان البنت تعرف تركز. انا مش عايزه البنت تركز، انا عايزاك انت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطره وبتنجح، عايزك انت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب ماشي. طب اهدي بس. طب سيبيني. حاضر تعالي قربي كمان. استريحتي؟ ايه يا عم ده؟ بسخن. وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه متولي انت بينك طالع لبنتك يا راجل؟ حافظ مش فاهم يا راجل. انت عارف اللي عملته ده؟ تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليه. تعالى. انت بينك ليلتك مش معديه فوقيه. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحه الطبيعيه في الاشتراكيه، وهم مفجروا الثوره. بابا تفتحت بنت حلال مصفي، جيت في وقت جفلتك. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبر وتعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثوره. ثوره ايه اللي هقوم بيها؟ ثوره ايه؟ هو قادر يتحرك من مكانه؟ ده خلاص سلم نمر. فوقيه انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معانا ايه. الأهرامات، هنا عند سفح الأهرامات مات آلاف العمال المصريين الكادحين، لأن مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية يتحكم فيها الأغنياء بالأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين، حتى لا نلقى نفس المصير. لازم نعترض، لازم نقول صعبان عليا الناس. قلبي واكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطاله ومرض وقهر يا نجيب. مفيش غير حل واحد، اشتراكيه. اركبي 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 يا نجيب. يلا اركب. فين اركب؟ في العربيه دي. هي دي عربيتك؟ عربيتي. ايه رايك؟ هو انت يساري ولا اشتراكي ولا راس مالي؟ من الكادحين يا نجيبة. انت من الكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى من الكادحين؟ الله أكبر الله أكبر يا نجيبة. في ايه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. انت بتشتغل ايه بقى؟ انا المستشار الاعلامي لحزب العمال فاقدين الامل،
والمنسق العام لحركة خناتونة. خناتونة؟ ورئيس لجنة حق تقرير المصير. ده غير ان انا عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تران يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمة، دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. 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 يا حافي. حصل يا حافي. حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمة حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكالة بي ام اي، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهية تكنوقراطية غير مرغوب فيها. يعني اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويقيدوا نفسهم بأغلال هما في غنى عنها. يعني عندك مثال مثلا جان بول. بول؟ سارتر. سارتر؟ سارتر وسيمون دي بوفوار، الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياة سعيدة بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبة، يا نجيبة فهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه واعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيبة. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمة. اخرسي اخرسي خالص، احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة. وصدقيني لو ما دخلتش السجن اوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكرة، بكرة ضروري جدا تعدي عليا الساعة 8 بالليل. ساكن فين؟ انا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفة. الوقفة. وقفة ايه؟ بتاعت فبراير. ايه؟ حتى عايز تستنطق ولا ايه؟ لا لا لا، عايز اطرش. طب روح استفرغ هناك. لا عايز اتقايا. ايه؟ هروح اقع واجي. ايه القرف ده؟ حاضر. جاب. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده في ايه؟ اصلا مش جايه لوحدي. نعم. ام سيد رئيسه لجنه المرأة، عبد الباسط زعيم الحركه النوبيه. انت مين؟ مغاوري يا رئيسه. مغاوري امانه الفلاحين، النص غباشي قائد العمال، دول تحالف جوه الشعب العامله. ايه ومين دي؟ دي الحلم، المستقبل. بكره. بكره؟ طيب بكره الوقفه. بس ايه وقعكم محفوظ هو بكره وقفه العيد. ما هو؟ اهو ايه؟ بس خلاص خالص. بكره وقفة 6 فبراير. وقفة 6 فبراير اللي هتكون اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خنقتونا! خنقتونا! عايز
ازيك يا عفاف؟ ازيك يا حبيبتي؟ جرايه يا سماح، عفاف بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي، تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكوا جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوه قوي المسيره الصامته دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. تيجي يا بنت نجيبه متولي خولي. نعم. انجري قدامي. مش انت يا بنت نجيبه متولي بتاعت الثانويه العامه بتاعت بين السرايات؟ نجيبه متولي الخولي اولى اثار والاولى على الثانويه العامه و101%. طيب يا نجيبه، ما انت كويسه اهو، واحنا ما ورناش غيرك يا نجيبه ولا ايه؟ المره اللي فاتت كنت جايه لي مقضيها ياس ونو واو واو، مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك. خنقتونا. وانت مالك يا بنت باللي خنقوك ولا ما خنقوكيش؟ انت تعملي لي فيها شرعيه؟ انا مش شرعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت، انت انا مش ناقصك، ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغك عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت، المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته، ما يهمنيش ادخل السجن. افتح عربيتك، هات الواد اللي عندك ده فرغلي وتعالى. اه باشا. تعالى روح ماما، عامل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما، وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك، ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت بتعرفنيش يا خالد؟ لا لا لا، مش واخد بالي، مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله، لان انا كنت هاجم النفس لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هم حراس الوطن، رجال الداخليه هم العين الساهره على الامه. امه يا روح امه. سامع يا ابله صباح؟ وساكتين كل ده ليه؟ قلنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا ايه، لغايه ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي انت برجوازي متعفن. حسن قال لك انت برجوازي متعفن؟ ايوه. يا نهار اسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركه اللي... يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه، الاولاد بيسيبوا المدرسه ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات يا عبلة صباح، على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في الستة ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغة، احنا عملنا امتحان تجربة لفصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة. المسألة مش مسألة تعليم يا عبلة صباح، مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للأولاد اتدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا نجيبة، مش شايفاك يعني بقالك فترة في الكلية. معلش كان عندي شوية مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئة الله؟ الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقلك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. شكرا قوي. نجيبة، انا شفت نبيل وهو بياخد ورقة الإجابة بتاعتك وبيكتب عليها اسمه. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبه. طب خلاص بقى يا نجيبه، مش هنقوم نصلي؟ اه نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكليه. صبيا Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ جامدين؟ ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهارده يا اخواني احنا موضوعنا شباب والجامعة. سبحان الله. المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله. مش دي زي صفات الرقصة؟ ونذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان هدف ده. يا نحكي بنت. ترسل نجيبة. يا ما تخلط ليه؟ من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟ هنقول ايه يا اخوانا؟ هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا المولى عز وجل؟ هنقول له ايه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا اخوات. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. آمين آمين آمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي أختي نجيبة، أنا كده عرفت بالظبط إيه مشكلتك. المشكلة إنك بعيدة عن ربنا. يا أختي نجيبة سبحان الله، إذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد أدبية وعلمية هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو إنك تتفقهي في دينك، تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى. أنا فعلاً مقصرة يا أستاذ عامر. إحساس الإنسان إنه مقصر ده أول طريق الهداية. اتفضلي اشربي الأنسون. الكتب دي ومعاها السي دي أنا عاوزك تقريهم كويس، وإذا استعصى عليكي فهم أي حاجة منهم اسأليني. خدي الموقع بتاعي عامر حسان دوت نت واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا استاذ عامر. العفو، اي خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نصرة. مع السلامه يا استاذ عامر. نعم. خد بالك ان المنتج عاوز ياجل الدفعه. ياجل ايه؟ ياجل الدفعه. ياجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الاعلانات؟ مع السلامه في رعايه الله. قول له مفيش حلقه بكره. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. يلا يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الاهرامات، تلك الابراج المشيده التي بناها الكفار. أولياء الأمور خلاص بقى مالهمش كلمة على عيالهم، عايزين يصعدوا المسألة لمجلس الشعب. المسجد ده؟ المسجد لا يا فندم، ده الفصل. الفصل ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار الولاد إيه يا أخت نجيبة؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا أستاذ فتحي. الأولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم إلا إن مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانوية العامة. وحضرتك تقدر تسألهم. لا تؤاخذيني يا أختي نجيبة، لم آتي إلى هنا لأسألهم في المنهج، بس الحقيقة أهليهم بيشتكوا منهم إنهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العربي؟ أنت قوم وقف. نعم يا أستاذ. إزاي يا ابني تكلم أبوك وتقول له أنت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعترف إني كنت مخطئا ورحت لبابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت إنك أنت كنت متجني على الأخت نجيبة. شكرا يا أخت نجيبة، وبإذن الله وإن شاء الله هنصرف لك مكافأة. الأجر والثواب عند الله يا أستاذ. اتفضل يا فندم. قول وراي. قول وراي. اهلا يا نجيبة. تعالي يا دنيا، عندلك البامية اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمة النهاردة كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعت شعبين. يا دنيا ده انت اتمقدتي.
بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت انت يا بنت؟ ذنوب ايه اللي مكفره عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوتني من كل حته. حرام يا حرمة عليك عيشتك العيد. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت يا بنت؟ التلفزيون ايه الحرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. بتحصل الاباجوره معاها ضوية. الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوت. الكاميرا دي حرام. بتحصل الصوره. يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. يا حبيبي يا بنت الهبل يا بنت علي يا بنت. واللبس ده حرام. ماله اللبس؟ ماله لبسنا؟ الا اللبس. ليه يا اختي؟ ماله لبسنا؟ عمرك شفتيني لابس مضيع على ستريتش ولا بنطلون ساقط من على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا وطرها فوق دماغها. ماله لبسنا ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من ايه يا بنت انت يا بنت؟ الله دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه. ما تتلهي الدور وخلاص تصعبطي. اسمع انت وهي. ابوك وامك كتلهم انت وهي. انا مش هسيبكوا الا لما ربنا يهديكوا. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا عالم محلي يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا لا ما تتعبش. ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت اللي تولي. مش كده يا ربنا يهديك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. حسبي الله على بنتك يا بتولي. انت اللي جرالها. اتلبست. ايه؟ اتلبست. لبست. ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوفك يوم يا ضوية. انا مالي يا زكي. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه. اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثواب هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه اني هتحاسب عليها في يوم القيامه. انا هسيب الكليه. لا يا نجيبه، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقت واحد. عناية الله مع الجماعه. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكليه هتعملي ايه؟ مش عارفه. تتزوجي وتنجبي اولاد صالحين، تربيهم تربيه اسلاميه صحيحه. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. انا عملت قناه فضائيه دينيه شبابيه وعايزك معايا. انا تحت امرك يا استاذ عامر، بس اعمل ايه؟ هتشتغلي معانا داعيه، هتكسبي ثواب الدنيا والاخره. داعيه؟ بعدين انت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظه بسم الله ما شاء الله عظيمه. مش بتدرسي الاطفال؟ ايوه. طيب احنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائيه والاعلانيه. دول يفرحوا قوي. انا فرحتي النهارده ما تتقدرش بوجودي معاكم يا اولاد. انتم يا اولاد احباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنه 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا اولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى شداد كده وجامدين. صح؟ صح. حليب الخير. حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايب. ستوب يا جماعة، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه تسمع هذا من العيد؟ قلنا نرفع الكوبايات ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهلة. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين. يا رب نخلص. يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. عظيم. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج قرة العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منار. 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 الله، اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو. الو. اي يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده. كويس. ايوه. ايه المشكله؟ انا يعني يا اختي نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم. يعني استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله. حاضر.
وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57357 والله اعلم. ولا يا حاجه هدى؟ الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايوه شهيره. ايوه. اه ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. اه قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. اه وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم حصل. اه لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل. خليكي يا حبيبتي خليكي معايا على التليفون. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا نجيبه. حاجه تفرح. الاعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي. نعمه وفضل من الله. البركه فيك يا استاذ عامر. البركه فيك انت يا وش السعد. شيد يا ابن شيد. اللهم ادمها صحة واحفظها من الزوال. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. دي كوارع يا ابني؟ مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. أمورنا حضرتك. أنت ما بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا أستاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، أنا جايبك النهاردة عشان أعرض عليك أمر. إذا حاز القبول عندك أنا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. أمر إيه يا أستاذ عامر؟ بقى أنا استخرت ربنا نتقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت إيه؟ بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل اللي في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المجلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور انا عايزه اسيب المحاضره. ليه؟ مش هقدر اسمع كلام الكفر والالحاد ده. ولما انت بتسمعي مني كلام كفر والالحاد دخلت ليه من الاول كليه الاثار؟ دخلت الجامعه ليه من اساسه؟ اتفضلي وما تحضريليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت بتقولي ايه يا بنت؟ هو يقول كلمه الحق يطرد؟ ايه؟ طب احنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وانتوا الاثنين كمان مش عايزكم تاني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الهم؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اختي نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر
والله العظيم من كل ذنب عظيم، لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني، مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابساه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي، ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي اجرتي. يا مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوفي انت وهي وعزة جلاله الله، لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ ايه لا حضره الصول، اصل صوت المراه عوره. انت اللي عوره. سكلتك امك. ايه سكلتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا ليا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه وهتظهرنا قدام الغرب يعني اللي احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. إسلامنا دين سماحة وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبة بقى لنجيبة متولي الخولي، أنا فصلتها من القناة ولغيت البرنامج بتاعها. إن سياسة القناة بتاعتنا هي سياسة الحوار وليست سياسة العنف، والله أعلم. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ عامر. أنا اللي بشكرك. على فكرة أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز بنتي دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره بره. تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيبة، ابوك وحاسس بيك. ده انت حتة مني يا ضنايا، ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا، كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظة مش فاهمة، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي حسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيا أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه.
حفظناه تاني؟ قبل انا حافظ الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشتوا كلام مش فاهمينه. قبل انا احنا هنعمل قبل نجيب نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا قبل؟ هنطلع رحله مع والامتحان. امتحان مين؟ يلا بينا. بالليل وابني ما جاش. ابني اتخطف. وانا يا حضره الزهر بنتي ما اعرفش فين لحد دلوقتي. من فضلكم نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضره الضابط؟ نهدى ازاي الهدوء ازاي بس؟ انا عايزه بس خير يا حضره الضابط. يا فندم في فصل كامل الاولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤوليه لو العيال دول ما جوش دلوقتي حالا. يا فندم مسؤوليه المدرسه بتنتهي مع اليوم الدراسي. مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤوليتك. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح ابدا الاشاره. لقيتهم؟ لقيتهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخابيط اهم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%.
يا نهارك اسود، انت تاني يا نجيبه، انت ايه يا بت؟ تلعب كم منظر بالظبط؟ نو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه. يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صادق يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره، ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد؟ دي مقابله تقابلوني بيها؟ من بكره هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الاجراءات القانونيه. يا فندم دي لو خرجت من الاسم اصلا دي متهمه بخطف 40 طفل وطفله ليله امتحاناتهم. انا ولا خايفه منك ولا منه ولا منكم كلكم، عشان انتوا اللي وديتونا في داهيه. يلا اتحركوا انضربوا بدالي. ايه ده نجيبه؟ اهلا بصديقتي الزنزانه. ازيك يا ابله نجيبه؟ ازيك يا فوفه؟ ازيك يا سموحه؟ انتوا عاملين عدوها في الاسم ولا ايه؟ ايه ده يا ماس، هما جابوكي هنا تاني؟ لا المره دي انا اللي جايه برجليا. شفتي اللي يجرب قعده البرش يرجع له بسرعه ما يصبر. خش من هنا. اتفضلوا خدوا ولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا، وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه، انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابله. وانا بقى جاهزه لكل القواضي اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. دي مجنونه. مبروك يا جاله. مبروك الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهوداً جباراً لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام، الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبه. بيضت وشي قدام الوزاره كلها. مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعه عشان ترجعي ووافق، يعني من النهارده تقدري ترجعي كليتك. ارجع كليه؟ يس. قصدي انا متشكره جدا جدا جدا. احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك يا رب. نجيبه الكاس. لسه في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس يا صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. أنا كنت مضطربة ومرتبكة معرضة ملتبكة.
بمسائل لو نحفظنا لها نطلع اوائل. قولوا ان شاء الله ان شاء الله. قولوا ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.